وعليكم السلام. أستاذ طارق، هناك أمر هام يجب أن أبلغك إياه. وهل من شيء قد حدث؟ هذا أمر لا أستطيع التحدث به على الهاتف. أرجو حضورك إلى المصرف اليوم في أقرب فرصة. علي تخليص بعض المعاملات، وسأكون عندكم بعد نصف ساعة إن شاء الله. لا تنسى أن تحمل الأوراق المتفق عليها والتي جرى التوقيع عليها بيننا. إنها معي. لا داعي لأن أكرر الموضوع على مسامعك ثانية. حضورك إلى المصرف اليوم أمر ضروري. سيحدث إن شاء الله. أبي، سوف أستدعي الطبيب. لا داعي لكل هذا. لقد مررت بهذا الأمر من قبل. ألم ويزول. استشارة الطبيب واجبة في مثل هذه الأمور. من يدري أن يكون لهذا الألم عواقب وخيمة لا سمح الله. يقال التجربة خير برهان. لقد مررت بهذه التجربة. المعدة تضغط على القلب أحيانا فيحدث مثل هذا الألم. الدواء تفضل. هو دواء. ستشفى إن شاء الله. يا طارق. نعم يا أبي، هل من شيء يزعجك؟ بالأمس انتابني ألم في الصدر ومضى، ومن يدري ربما يصيبني ذلك الألم في الغد ويقضي علي. أطال الله في عمرك يا أبي. لدي شعور بأن الإنسان متى ما ملك شيئا زاد في خدمته والحرص عليه. هذا يعني أنك تشك في الخدمة التي أقدمها في المحل. أنا أثق بك يا ولدي، وأثق متى أمسيت صاحب القرار تستطيع أن تغير نمط العمل بما تهواه نفسك ويلبي طموحك. أفهم من هذا أنك تريد أن تسلمني زمام الأمور في المحل. نعم، والبيت أيضا. في النهاية يا ولدي لن يبقى للإنسان شيئا في هذه الدنيا. ألا ترى أن طارق بات عليه الزواج؟ وهل تراني أقف في طريقه؟ يجب عليك أن تشجع. أمنيتي أن أرى فيك ما فيه طفلة. وهل أصفق له كما يصفق لفريق كرة القدم مثلا؟ لقد أعطيته هذا البيت وفوضته في أمر الحانوت، وبت لا أملك من المال شيئاً إلا القليل، ويكاد أن ينضب. طارق في وردة. وهل حدثك بشيء ما؟ أبداً، إنه يلتزم الصمت، لكنني أقرأ هذا في تقاسيم وجهه وتصرفاته. لا تتسرعي، فطارق ما شاء الله أصبح من التجار المرموقين في السوق دفعة واحدة. من كان يظن أنه سيصبح صاحب مؤسسة تجارية في بضع شهور؟ إحساس الأم لا يخطئ. أنت مقتنعة. الشهر الماضي عقد صفقة تجارية بـ20,000 ريال، أي
ما يوازي ما أجنيه من عملي خلال 30 سنة. لكنه حدثني بأمر لا يليق لك. ما الذي تخفينه يا فاطمة؟ هذه الأرض التي لا تكمل. لا تكمل يا فاطمة، فهذه الأرض بعتها منذ سنوات. بعتها ولم تقبض ثمنها. أعطيت لهذا الرجل عهدا أن أبيعه الأرض التي بجوار النخيل. أين ثمنها؟ سأتقاضاه في الوقت المعلوم الذي اتفقنا عليه. هذا عهد قطعه صاحبي على نفسه. لا أدري ما الذي أصابك. يدفع لك الآخرون 3000 ريال إضافية وترفض بيعها؟ قلت لك أعطيت للرجل عهدا لن أنكثه ولو أعطيت 50,000 ريال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل تفضل يا صديق. أحسن. أعلم أن لك قطعة أرض في سمائي، هل تفكر في بيعها؟ أبيعها لمن؟ لي أنا. ولكنك مغادر عن هذه الأرض غدا كما تقول. أفكر في العودة. هذا الوطن هو وطني. دفع لي 5,000 ريال فرفضت، لكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك معك وأنت صاحبي. بارك الله فيك. إذا اشتريتها وهي لك، ولكني لا أحمل المبلغ الآن. ليست هناك مشكلة. وأعهدك بأن أدفع ثمنها عند عودتي من الغربة. ألا تحدد لي موعدا أركن إليه؟ تستطيع أن تقول بعد 3 سنوات. ما رأيك؟ موافق. وأنا اشتريتها، عاهدني على بيعها. أعاهدك أمام الله ورسوله. طارق، هل تعلم أن مدة انتهاء العقد بيننا قد انتهت؟ أعلم هذا طبعا، ولكن الأوراق التي بين يديك تثبت لك أنني أبرمت صفقة تجارية. يؤسفني أن أقول لك أن إدارة المصرف لا تؤمن إلا بالملموس ولا تعترف بالنوايا الحميدة. المصرف يريد أمواله مع فوائدها المترتبة عليك، هذا كل ما في الأمر. أرجو منك أن توضح لي أكثر. بصريح العبارة، المصرف يحاول أن يضع يده على البيت. يستحيل أن يحدث هذا. أنت وقعت بملء إرادتك على هذا الإجراء. في حال عدم سداد الدين في الوقت المحدد، تتنازل عن البيت بملء إرادتك ويكون تحت تصرف المصرف. افهمني يا كريم، أنا لم أقترض المبلغ لأعبث به، لقد أبرمت صفقة تجارية مضمونة الأرباح. وأين هي الصفقة؟ في الطريق إلي. المصرف لا يقرض أمواله للآخرين جزافا، يجب أن تعرف هذا. اقترضت 10,000 ريال، من حق المصرف أن يضع يده على ما تملكه حين تعجز عن دفع القرض. أعلم هذا، ولكن طارئا أثر في الصفقة، هذا كل ما في الأمر. اسمعني يا طارئ، سأعطيك فرصة أخيرة، سأمنحك 10 أيام لكي تسدد ما عليك. أشكرك يا كريم. تفضل تفضل تفضل. مرحبا بك. مرحبا بك.
تعالي يا أم طارق، تعالي. ليتني قضي علي في ساعتي هذه. ما الأمر يا أم طارق؟ يدفع لك الرجل 10,000 ريال ويزيدها 1,000 وترفض؟ أقسم لو طلبت 20,000 لوافق. ماذا تنتظر؟ سعى إليك الرزق سعيا وترفضه؟ أي رزق تعنيه وهو ليس برزقي؟ أبيع للرجل قطعة أرض أمست ملك غيري؟ بل هي ملكك وما زالت هكذا أمام الناس والقانون. إنها ليست كذلك أمام قانون الله الذي هو رب العباد، إنها ملك ذلك الرجل. أي رجل تعني؟ ألم تعلمي أنني بعت صاحبي خليل هذه الأرض منذ 2 سنين؟ أي بيع هذا ولم تقبض من ثمنها بيسة واحدة؟ الرجل عاهدني بأن يعطيني 5,000 ريال نهاية العام القادم. وإن لم يعطيك؟ أسترجع الأرض، هذا عهد بيني وبينه. أنت تقامر إذا؟ أتسمين عهدا نقطعه على أنفسنا مقامرة يا أم طارق؟ وهل أنت على ثقة من أن أحدهم سوف يأتي إليك ويغدق عليك سعرا مرتفعا كالذي عرضه عليك ذلك الرجل؟ قلت لك عهدت الرجل وكفى، الرجل يجب أن يكون عند عهده إذا قطع. أنت تلعب بأعصابي يا مرشد، لا أريد الصفقة ولو ربحت 100,000 ريال، أريد 10,000 فورا. المصرف يرفض أن يقرضني قرضا إضافي. اسمع طارق، أين أنت؟ بجانب الرصيف. حدثني ذات يوم أن لوالدك قطعة أرض في سمائي. باعها والدي لصاحبه الذي لم يدفع شيئا ولم يأتي في نفس الوقت. بكم باعها؟ 5,000 ريال. مسكين والدك، لو انتظر إلى هذه اللحظة لأخرجك من ورطتك. لدي زبون يدفع ثمنها 15,000 ريال. ماذا تقول؟ 15,000؟ هل تعني أنه مبذر لا يقيم لأمواله وزنا؟ بل إنه خبير اقتصادي يعرف كيف يجني الأرباح بالذكاء. اسمعني يا طارق، إن كان لوالدك الرغبة في بيعها فإنه على استعداد لأن يدفع الآن. اسمعني جيدا، سأنظر في الموضوع وأرد لك الخبر. اتفقنا؟ إلى اللقاء. من بالبيت؟ من؟ أين أبي؟ خرج ليشتري بعض الخضار. ما الأب؟ ما الأب يا ولدي؟ أرفض لأنني بعتها للرجل. يقدم لك أحدهم 15,000 ريال بدلاً من 5,000 وترفض؟ أين هي الوثيقة؟ وهل يحتاج عهد الراشد إلى وثيقة يا ولدي؟ أنا بعته الأرض وكفى. لكنه لم يدفع من ثمنها شيء. أنتظر حتى يأتي ويفي بوعده. أبي، تفضل بالشفاء إن شاء الله. شكرا يا أم طارق. أيرضيك هذا؟ تكاد تميت ولدك بعنادك هذا. لقد تصرف والدي فيه تصرفا اعتباطيا غير مسؤول. هل أخبرك بما فعله دون علمي؟ لقد جعل هذا البيت تحت تصرف المصرف التجاري. أراك نادما على ما أعطيته. أعطيته هذه الدار لكي يحافظ عليها، لا أن يفرط فيها ويجعلها في مهب الريح. يحاول أن يحقق طموحه في الحياة، لكنه رمى بنفسه وبنا إلى التهلكة.
ابنك يتعامل بالربا يا أبا، هل يرضيك هذا؟ من ينقذ هذه الدار من المرابين؟ من؟ أنت. كلاكما تدوران حول نفس النقطة. لست مستعدا أن أخلف عهدا قطعته على نفسي. وهل تضحي بابنك وتجعله محطما كي لا تخلف وعدا أعطيته لصاحبك الذي اختفى منذ عدة سنين؟ لو كنت مكانك لبعت الأرض وأنقذت ابني وداري. صدقني لن يلومك أحد. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا بك، تفضل تفضل تفضل. قدومي كان مفاجئا، اليس كذلك؟ هو كذلك يا صديقي، تفضل تفضل، مرحبا بك. ولدي ينتظرني في السياره. اخبرني، الا زلنا على العهد الذي قطعناه منذ سنتين؟ ولا شيء يسلي عنه. اذا تفضل، هذه 5000 ريال ثمن أرض وفيت بأحدي. تحقق من العد. سأتحقق، إنما لا يحسن بك البقاء أو الوقوف عند الباب، تفضل. سأنتظرك في السيارة حتى ننهي هذا الموضوع الذي طال أمده. أتراه علم بحال الأرض وارتفاع سعرها فآثر الاستعجال؟ ما بك يا أبا طارق؟ أراك مترددا. لا أبدا، حقك وعاد إليك. إذا سأنتظرك عند السيارة، ولا تنسى أن تأتي ومعك وثيقة الملكية كي تتنازل عنها في الدوائر المختصة، ولا تنسى أن تعد المال الذي بين يديك. مرحبا طارق، تستطيع أن تطمئن الآن، عادت ملكية الدار إليك. ما الذي جرى؟ جاء أحدهم إلى المصرف ودفع 10,000 ريال نيابة عنك. مستحيل. باستطاعتك المجيء إلى هنا والتحقق من الأمر بنفسك. إنني قادم. لماذا دفعت ما يتوجب على ولدي أن يدفعه؟ أيقابل الوفاء بالغدر يا أبا طارق؟ صحيح، ولكنك لست مضطرا لبيعها. لم أبيعها، صممت أن أبني دارا ومحلا أرتزق منه، لكني علمت أن سعرها قد ارتفع قليلا، وهذا كل ما في الأمر، عهد بعهد ووفاء بوفاء. بارك الله فيك وفي أمثالك يا خليل، بارك الله فيك.